بونجور. بونجور، كيفك استاذ رجا؟ تمام ماشي الحال. شو وين لارا؟ لارا ما انا جايه، تلفنت وقلت انه ما رح تجي اليوم. اوكي طيب ما مشكلة. كنت ساعدتك انا بس بعدنا عم نشتغل على المسلسل. لا 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 ولا يهمك، خلص انت كملي شغلك. يعطيك العافيه. ميرسي. استاذ رجا كيفك؟ كيفك انت؟ عطلتك عن شيء؟ لا لا ابدا سلامتك. بس انت حلوه شو ما بتعملي؟ ايه طول عمرك. استاذ كمل جوا؟ لا بعد ما وصل، اذا بتحب اخذ لنشرب قهوه بكون وصل. لا معلش غير مره عندي كذا شغله لازم اعملهم، مع انه قهوتك طيبه وما بتتفوت. طول عمرك. رايح على المونتاج يعني حتى بس يوصل وصل لك خبر؟ والله اليوم ما في مونتاج، ما بعرف لارا ما بعرف شو صاير معها فما اجت. طيب يعطيك العافيه. شو؟ بعد ما اجت ست لارا؟ لا وما رح تجي. اتصلت فيها وقالت لي انه منا جاي. كيف يعني ما رح تجي؟ شو بها مريضة؟ لا منا مريضة بس ما عبالها تشتغل وما رح تجي. نعم؟ ما عبالها تشتغل؟ يا عيني يا عيني شو هالشركة الفلتانة؟ كل واحد بفل على ذوقه وكل واحد بيجي على ذوقه، بعدين كيف بحق لها تفرس بدون ما تاخذ الإذن مني أنا؟ كان لازم تتصل فيي تسألني يا بقول لها إيه يا بقول لها لا. ليك كاتشا أنا لينا اوكي؟ ماني لارا، فيك تتصلي فيها وتخبريها كل هون، انا ما خصني. ايه رح اتصل فيها ورح قلها هالشيء هيدا مش مسموح بقى من اليوم ورايح. وبدي هددها انه رح ابعث لها انذار، وهيدا الكلام لازم يكون درس لكل اللي بيشتغلوا بالشركه. هالشركه مثل حال كل مين ايده اله، كل واحد بيعمل اللي على راسه، يكون ما في مرجعيه. الو لارا كيفك حبيبتي؟ ايه هاي انا كاتي. ايوه يا كاتي خير، في حاجه ولا ايه؟ لا لا ولا حاجه يا حبيبتي. سلامتك بس ما رأيت على المونتاج من ايدك، متأكدة لينا انه ما جيت اليوم، فعن جد يعني شو بك يا حبيبتي مريضه؟ شغلتي لي بالي. لا يا ستي مش مريضه بس ماليش مزاج اشتغل النهارده، في مانع؟ لا لا ما في مانع حبيبتي، اكيد بحق لك انه ترتاحي شي نهار، انه بتصير اذا ما اجى على بالك شغل. ما انا بيني وبينك امرار هيك كمان، بقول يا ريت ما في اجى على الشغل، بس ما بقدر اترك، الشركه كلها قايمه على كتافي، والاستاذ كميل ما بيقدر يعمل شي بلاي. طب كاتيا معلش يا حبيبتي انا مضطره اقفل دلوقتي، انت عايزه حاجه مني؟ لا لا تقبريني سلامة قلبك، ما بدي شي حياتي. ايه بس انتبهي على حالك. ايه وبكل الاحوال اذا بكره كمان ما حبيتي تجي على الشغل ما تجي، انا مظبط لك اياها مع الاستاذ كميل. ميرسي يا كاتي، والله يكون لك ذوق يا حبيبتي، مش عارفه بجد من غيرك كنت هعمل ايه. ما بدك تقولي لي فيه. عايز ايه تاني يا رجل؟ ليه ما نزلتي على الشغل اليوم؟ كده تعبانة. سلامتك. تعبانة لدرجة انك ما قدرتي تنزلي على الشغل؟ تعبانة وخلاص، ما يهمكش في حاجة. بعدين انت يخصك في ايه رحت ولا ما رحتش؟ لا الشركة دي شركتك ولا انا صاحبتك. لا لا انت بهالطريقة ما عم تساعديني ابدا. اساعدك؟ اساعدك ليه؟ اساعدك بصفتك مين؟ بصفتي مين؟ بصفتي الشاب يلي كنتي من كم يوم عم تقولي اني انا عندي استعداد اتحمله بكل عيوبه. واكتشفت اني مش هقدر اتحمله. انا اسفه انا مش هقدر اوفي بوعدي. انت شو بدك؟ انت اللي شو بدك؟ انا ما بدي شيء. انا عارفه كويس ان ما بدك شيء. وعلى فكره مش ضروري تكررها لي كل يوم. وضحت خلاص. هقوم اعمل لك حاجه تشرب. يا ريت. بصراحة أنا مالي فهمان كل هالمشكلة اللي عم تعمليها مشان شو؟
بس لانه انا مالي حابب اروح معك لعند عيد ميلاد لينا بصير الحكي؟ تفضل. ميرسي. وهو الكلام ده بقى هو اللي جه في دماغك؟ ليه، هو احنا بنتخانق على خروجه ولا على مبدأ؟ اسمعني يا رجا، انت شخص بيحب الحرية، اوكي ما اختلفناش. بتتخانق بسرعة برضو ما اختلفناش. مش عايز ترتبط ارتباط رسمي برضو ما اختلفناش. انما بقى انك تخليني انا محطوطة كده ستاند باي حسب مزاجك، لا كده اختلفنا. انا ما قلت هيك ولا بحياتي قلت لك هذا الشيء. انت لحالك عم تلاقي التفسيرات والعناوين للقصة. انا اللي بحط تفسير وعناوين للقصة؟ طيب اديني انت تفسير وعنوان عشان انا نفسي اعرف احنا ايه. احنا مع بعض ولا مش مع بعض؟ متصاحبين ولا مش متصاحبين؟ احنا ايه؟ انت ليه مصرة تقطري العلاقة وتحطي لها عنوان؟ ليه؟ هذا الشيء بيريحك؟ طيب اعملي اللي بتلاقيه مناسب واعملي اللي بيريحك. منحك؟ طب لو انا وانت خارجين سهرانين في يوم من الايام وقابلت صحابي وحبيت اعرفهم عليك، اقول لهم انت مين؟ انا رجا. انت معقد. لحظة 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 لحظة، انا يمكن معقد. ايه مظبوط. طب سيب ايدي وجعتني. انا يمكن معقد وما بحب الارتباط وبختنق بسرعة، كل هذا الحكي مظبوط. بس انا ما بدي اكذب عليكي لارا، ما بعرف اكذب عليكي. انا الشي اللي بعرفه انه انا حابب انه نكون مع بعض. خلينا نجرب، اعطي فرصة لحال. شو؟ طب تقبل تيجي معي عيد ميلاد لينا؟ هلا هذا هو الشرط اللي حاططيه لحتى نكون مع بعض؟ شوفي القدر عم بيتدخل انه ما اعطيكي جواب. الو. ايه كميل. حكيته وكان مشغول، شو يعني بوس ايده لحتى يرد علي؟ ايه طيب طيب خلص اوكي. ايه ايه ايه. ولا يهمك. نعم يلا باي باي باي. خير في حاجة؟ هذا الكاتب غليظ غليظ، مالي حابه. في شي بينه وبينه ما عم بيزبط، مع انه لسه ما اجتمعنا مع بعض. طب ناوي تعمل ايه؟ هتكلمه ولا لا؟ انا ايدك اللي وجعتك دي اعطيني. ودي كمان حلوة لما بتكون. الو الو. مرحبا نايل، معك رجا. اهلا رجا، اخبارك ايه؟ تمام تمام نايل، الحمد لله ماشي الحال. بس ما تكون مشغول مثل امبارح. لا لا خالص، خذ راحتك تفضل. اول شيء انا بدي اعتذر منك على المره الماضيه، بس فعلا ما كان بايدي، علقت بالزحمه وبتعرف البلد وزحمتها. ولا يهمك، اعتذارك مقبول. طيب تمام، امتى فينا نجتمع مرة تانية؟ دلوقتي لو تحب. عظيم، وانا ما عندي شيء. بتحب نجتمع بنفس المكان؟ اوكي اتفقنا. طيب ممتاز ممتاز. انا رح احكي مع بلال خليه يسبقنا لهنيك، وانا ماكسيمم نص ساعة وبكون عندك. بس يعني ما تعمل منا مشكلة مثل هذيك المرة وتمشي. لا لا ما تقلقش، انت المرة دي اللي هتستناني. يلا سلام.